رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه منورنا ومشرفنا النجم الجامد جدا اللي انا بحبه جدا جدا عمرو مصطفى. ودلوقتي يا عمور اسمح لي ان احنا نلعب معاك لعبه صغنطوطه قد كده اسمها ماذا لو. هسالك اسئله واديك اختيارات وانت تختار حاجه منهم، اوكي؟ اول سؤال، مين النجم اللي انت عملت له اغنيه وشايف انه استفاد منها جدا جدا جدا؟ هنديك اختياري، اتفضل. استفادوا الاثنين. لا، اكتر حد فيهم. لا، اكتر حد استفاد بجد يعني مني اكيد عمرو دياب. طب واكتر اغنيه نجحت ما بينكم؟ اكتر اغنيه، لا فيها نجاحات كتيره. اكتر واحده اعلى نجاح لاغنيه؟ لا، لو هنقول اعلى نجاح ممكن نقول بشرة خير. يعني كانت حلوه. صح، يبقى سقفه بقى جامده عشان هو جاوب ويعني اهو. طيب عمرو مصطفى، قول يا حبيبي، امتداد لانهي اسم من الملحنين الجامدين اللي احنا هنقول لك عليه؟ لا، انا اصغر من الناس دي كلها. امتداد لمين؟ انا اصغر. لا بس انت الجمهور اللي يقول مش انا. انت حاسس نفسك شبه مين؟ الحانك راحه في الرومانسيه؟ صفر صفر، دول عمالقه. لا يا جماعه، ده متواضع قوي يا جماعه. صفر. قولي لو هنشيلك من جسمك وندخلك جوه ممثل، تكون مين في دول؟ احمد السقا ولا هنيدي ولا كريم عبد العزيز؟ التلاتة بحبهم بصراحة. واحد بس التلاتة بحبهم. ماشي، يعني انا ساعات ببقى متقمص هنيدي وساعات ببقى متقمص السقا، وكريم طبعا جميل. اجي فيه ايه؟ لا، عايزين واحد. لا بص، هو هنيدي دايما حتى وانا بكلمه في التليفون بناخد افات، يعني انا متقمص شخصية هنيدي من زمان. يعني نقول هنيدي. هنيدي ممكن. النجم الجامد هنيدي. قولي مين من الفنانات اللي هيطلعوا دلوقتي بتفكرك بسعاد حسني او ينفع تكون خليفتها او بتكمل برضو مسيرتها؟ اتفضل. دنيا سمير غانم ولا انغام ولا شيرين؟ التلاتة حلوين. التلاتة حلوين بس دنيا سمير غانم. دنيا سمير غانم. يا دودي. لو انت مش متجوز نرمين، وده سؤال افتراضي عشان انا عارفاك بتتمسك ماذا لو ماذا اذا، كنت هتتجوز مين من التلات فنانات دول؟ فيفي عبده ولا احلام ولا سما المصري؟ حتى يعني هبقى عايز احسن. لا، لازم واحده. ابقى اعزب اعزب. مين من المغنيين الشعبيين دول تحب تلحن له اغنيه؟ سعد ولا الليسي ولا احمد شيبه؟ لا، انا الليسي عملت له اغنيه، عملت له اغنيه في مسلسل كريم عبد العزيز السنه اللي فاتت اسمها وش تاني. اللي بقى على الوش التاني وين بقى انداني انداني. اهدى اهدى اهدى، اغنيه دي ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب غني لنا حته كده. لا لا، مش هينفع. مش حافظها. هي كده بس. هي كده بس. صح كده؟ ما ده الوش. لا والله اصوات حلوه بس، يعني اصوات شعبيه بس حلوه. طب ماشي، طب لو هتغني الله ولعبت يا زهر تغنيها لنا ازاي؟ لا مش هغني الله ولعبت يا زهر. ليه؟ ما بتشجينيش. طب يا دنيا. ولا ده يا دنيا بتشجيني. ايه ده كل الاغاني الحلوه؟ لا يا حلوة عندك انت. بترقص رقص. بترقص. لا، تشجيكي حاجة وترقصك حاجة. لا، ما انا بتشجيني بشرة خير وبتشجيني لمستك وبتشجيني كبير كبير وبتشجيني دول. لا، ما هو بشرة خير بتشجيكي وبترقصك. صح؟ صح. اتنين في واحد، انا احب الاغنية يبقى فيها اتنين في واحد. طب انا مش عارف. انت برنامجك اسمه ايه؟ تلاتة في واحد. انا بحب الاغنية تبقى اتنين في واحد. طب ماشي، طب اغنية انا مش عارفني. انا مش عارفني ايه؟ مش عارفني دي. انا تهت مني انا. لا، مش مصرش. انا لا دي ملامحي ولا شكلي، شكلي ولا ده انا. ابص العمر فجاه لقيت ما علينا خلاص. بص، المشكله واحنا نقعد نقول ايه، احنا بيجي لنا طاقه سلبيه منين؟ انا بيجي لنا طاقه سلبيه منين يا جماعه؟ انا متضايق ليه؟ كل الحاجات دي بيبقى بتدي طاقه سلبيه بجد. والله، وتلاقي نفسك مكتئبة. ايه انا مش عارفني؟ ايه اللي حصل لك في حياتك عشان تقولي انا مش عارفني؟ انا تهت مني. ليه بتغيبي وعيك؟ يعني ليه الاغنيه تبقى تغيب وعي؟ يعني ليه اعمل اغنيه وانا اتظلمت زمان وحاجات مش عارف ايه وحصل لي كذا؟ انا مالي؟ انا مالي؟ وليه تدخلني في مشكلتك؟ انا مالي؟
يعني انت كده ضد الغنى الشعبي بشكل عام؟ لا مش ضد الغنى الشعبي، بس انا ضد ان انا اعمل طاقه. لا ما انت واضح انك ما بتحبوش، انت فيش ولا حبيبتي اغنيه عجبتك. حبيبتي انت ليه بتدخلي نفسك في طاقه سلبيه؟ انت عايزه تعيشي حياه طاقه سلبيه ايه يعني؟ يعني اغنيه اه يا دنيا اه يا دو مطلع انا منزلنا دي طاقه سلبيه، ده باور كاني في الجيم. في الجيم خلاص. ايوه انت عشان كده الموضوع اغنيه بمبنية الجيم عمل معاكي شغل. ايه؟ ما هو بقول لك انت اوعى تقولي الجيم دي تاني عشان شكلها الجيم كده باظ. لا والله ده انا بروح الجيم على طول. بتسمعي الاغاني دي؟ اه بيجيب نتيجه عكسيه. بقعد ارقص كده اهوت واز في وزني. عارفه لو بقى سمعتي اغاني بقى تانيه هتديكي باور اكتر، هتخسي في اسبوع. طب استنى، عارف مهرجان زق زقه؟ لا. خلاص نخش على السؤال اللي بعده. زق زقه ده حلو. لا 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 بلاش. بجد؟ لا والله زق زقه. ماشي. السؤال اللي بعد، مين من دول هو أسطورة التمثيل في مصر؟ التلاتة. لا لازم واحد. لا أستاذ عادل إمام ولا أستاذ محمود عبد العزيز ولا أستاذ لا مدنة. التلاتة طبعا، كل واحد ليه كاركتر وكل، بس عادل إمام رقم واحد. بس يبقى الفنان الجامد عادل إمام. مين من الملحنين اللي هيظهروا دول شايف إن هو بينافسك؟ رامي جمال ولا وليد سعد ولا محمد يحيى؟ كلهم بصراحه. كلهم؟ كلهم احسن مني بكتير بكتير. اقوى واحد فيهم؟ كلهم اقوى مني. واحد؟ كلهم اقوى مني. واحد؟ والله كلهم. طب مين سعره اغلى منك؟ كلهم التلاتة. التلاتة؟ اغلى مني. لا انا اقل سعر في مصر. فين الهله والطله؟ ما هو انا غلبان. هو انا عارفه ان طبعا وليد سعد هو اغلى واحد. كلهم اغلى واحد. في مصر. كلهم اغلى مني اه طبعا. طيب يبقى وليد سعد ونسمع له سقفه. مين الشاعر اللي انت شايف ان هو الاشطر بالنسبه لك؟ امير طعيمه ولا بهاء الدين محمد ولا ايمن بهجت قمر؟ لا انا ممكن بدل ما اديكي اجابه احكي لك كل واحد ايه. ماشي ماشي. امير طعيمه طريق العمر بقى كله مع بعض يعني، يعني البدايه. ايمن بهجت قمر الخبره اللي سبقتني يعني. ايمن اقدم مني. بهاء الدين محمد استاذنا كلنا، بس يمكن زيه زي نادر عبد الله. كلامي ممكن ما يكونش بيمشي معايا، بيمشي معايا لان هو بيبقى عايز يبقى بطل في الكلمه. ايمن المتوسط بقى اللي هو ايه، انا اقدر ان انا نطلع كل ما زي مثلا احبك اكرهك يعني، دي حاجه بنطلعها انا وهو. اسيبك اندهك علق علق نفسي، فتلاقي كلمه حلوه ولحن حلو. ايه يا عم تامر يا عم يا عم. أمير طعيمة بقى الجملة السهلة قوي وفي نفس الوقت بتعرفي تعملها زي العالم الله. العالم الله قد إيه دلع عيونه دوبوني، فاهمة؟ فيش حاجة. الله 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 هما كلمتين بس. فهنا هنتكلم على العمق. يبقى واحد العمق الأقل شوية. العمق اللي مش موجود خالص. يبقى العمق يعني نقدر نقول إنه بهاء الدين محمد. بهاء الدين محمد عميق جدا، عميق جدا، بس كلامه صعب يكتب يعني شعر، يتعمل في دواوين شعر. يعني يعني أيوة. هو شاعر شاعر تقيل. لا مش موضوع تقيل، ما انا ممكن لا ما, أنا ما هو الاثنين تقال برضه. ايوه امير طعيمه تقيل. نص نص وهنا. لا لا انا بتكلم على خفه الكلام. خفه الكلام. خفه الكلام مش القوه. لو هتبدل صوتك لمجرد يوم واحد مع حد من المطربين دول، تختار مين فيهم؟ محمد فوزي ولا محمد عبد الوهاب ولا عبد الحليم حافظ؟ هبدل صوتي؟ يوم واحد. لا ابو وهاب. عبد الوهاب. حمام ابو هان. سقفه جدا للفنان عبد الوهاب. السؤال اللي بعده، مين صوته احلى من صوتك في المغنيين دول؟ تامر عاشور ولا امير عيد ولا محمد رحيم؟ ثلاثة احلى مني. ثلاثة. عمرو بتبوظ لي البرنامج. والله الحلقه بتفرط مني يا حبيبه قلبي. واحد يا حبيبتي. واحد. لا ثلاثة احسن مني. واحد احسن مني والله. اسمعني والله احلى مني. مش امير ده اللي بيغني بيغني ايه؟ مش عارف امير بيغني ايه. لا والله ما اعرف. بيغني كاريوكي. ايه الكاريوكي دي؟ انت قولي لي اي اغنيه انت. ايه اثبت بكارك. اه احسن مني. اربط إيه لجابك. امسك إيه حصانك. تعرف اسمع كلامك. تعرف ان انت بتغني حلو. اه انا عارف. لما تغنيها. كنت تحب تلحن لمين من الفنانات دول؟ اسمهان، ام كلثوم، ليلى مراد؟ كنت اتمنى يعني لا ام كلثوم.
ام كلثوم. يبقى نسمع سقف لام كلثوم. طيب بس يعني انا كده